السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع في فيتو مانجا كينجدوم. كانت صح بعد خمس محاولات باشت الأخر محاولة صحيحة ما لها الأرجال هي. وخلونا نبدأ. قبل أن نبدأ بس شكرا 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 لكم على دعم الحلقة السابقة من فيتو مانجا كينجدوم، صارت 30,000 مشاهدة ولايكات جدا جميلة، عاريغاتو زي ما اشتاء. استمروا هكذا عشان نستمر معاكم في الفيتو، وحاليا نقول لكم أسئلة الفيتو القادمة ضعوها هنا عشان ناخذها المرة الجاية ونصورها لكم. والحين نبدأ مع أول سؤال مع أخونا الغالي معاذ. معاذ يقول لك: من الذي ينافس الجنرال تو كجنرال شامل باستثناء الرمبا حاليا؟ شامل من ناحية القتال متكامل، شامل متكامل أوسن. حلقة التطبيل لأوسن، حلقة التطبيل لأوسن بيتو. حاسس قلبي. أنا أعتقد كجنرال متكامل، طبعا أوسن له عيوب، مو هو جنرال متكامل، جنرال عظيم، جنرال صلح اللي ما يصلحه غيره، أسطورة في 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 الغريزة وفي الاستراتيجية، ولكن ليس هو الجنرال الكامل فعليا. لماذا؟ له 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 اخطاء، له اخطاء في اشياء يسويها، في رهانات يضربها، ترى مو لازم يصحح. انت تعترض بيته؟ لا لا لا، هو على السؤال اسمع الشيء اللي تقول عشان اعترض عليه. لا اعترض غلط. لا بس هو السؤال ما عليه، خلي اوكي. اعتقد بان الجنرال الكامل هو شوهيكن من بعد تو. شنو الخطا اللي عند اوسن عشان نصك بيته؟ لا لا، انا قاعد اقول انه اكمل الاكمل من بعد تو هو شو هيك بيت. الله اكبر الله اكبر. بيقول لي انا باستثناء ريمبا، قاعد يقول بيقول لي انا ابغى. انت تتكلم عن لو ريمبا موجود. شوف انا انا بعطيك بحصيات داتا بوك، مو بس الموضوع. سلام. انا هنا انا انا هنا يلا سكت سكت. انا اعتقد او اللي اذكر ان ريمبا كان الافضل في كينغدوم، طبعا حتى يسمونه جليتش. الارقام نتكلم عن ارقام، نحسب احصائياته كلها تقريبا 250 بالضبط. زين، يجي بعده يوتانو 248، يجي بعده اعتقد تو او موب. اتكلم عن متكامل طبيعي ريمبا، طبيعي تو، يجي بعده يوتانو كاستراتيجيه، كقوه، كمهاره، كسرعه، كقياده 100%. هنا اتكلم عن الجنرال المتكامل يوتانو. غير هذا يعني ما عندي شخصيه ثانيه. عندك فيتو؟ قول. ما عندي شخصية غير متكاملة بالدرجة هذه يعني. والله صراحة أنا أقنعني. شلت أوسن من الحسبة. لا فيتو. استغفر الله العظيم. طبعا كلاهما تو ويونتانوا إلى الآن لم تظهر عندهم الغريزة، ما شفنا عندهم الغريزة أو المنشأ زي ما تكلم عنها أوسن. وعشان تكون جنرال متكامل لازم تكون عندك غريزة، لازم يكون عندك المنشأ. فكقوة تو ويمتنوا ما حد يقدر يعترض عليهم، بس إلى الآن ما بعد شف قوة أوسن. فإذا ظهرت قوة أوسن قريبا جدا إن شاء الله الفصل الجاي، يا رب يا رب بكر قبل أن ينزل الانطباع أو بعد ما ينزل الفيتو عفوا، راح يكون هو الجنرال المتكامل بعد تو مباشرة. Actually أنا أشوف أنه هو أقرب حتى من ريمبا من تو ويمتنوا. سؤال اللي بعد لك يا عبد الرحمن. توهيقة ما في أحلى منها. لا أحس أنه الجواب. أفضل خطاب في مانجا كينغدوم حتى الآن. خطاب إيقاظ فرقة هيشينتاي. ما له داعي استيف. رسبكت. الكل متفق معك. والله في ناس كانوا معترضين على هذا الشيء. هذا ستيل الحين. أنا أتفق معه، بس في ناس سمعتهم يعترضوا على هذا الكلام. قالوا ليه؟ روح استرسل ديك. معلش. أبي أعطيك أمثلة تقولي ليه؟ وأسكت أحسن أنا. لا 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 لا. طبعا مما لا شك في خطاب اوكي، خطاب عظيم، خطاب يعني خطاب ايسي هو افضل خطاب. لا لا خلاص اكويت ستيل. عندك اعتراض جولدن، عندك اعتراض جولدن، خطاب جولدن وقل خطاب ايسي في حرب، خطاب ايسي في قلعه سيف. انت يرضيك ضميرك انك تقول شيء ذا؟ معلش انا مع القصة بتطلعها. ما علي ما ما يغير عندنا بيته، ما يغير الحشر ستيل. اللي بيعترض ايش راحت هيبه ستيل؟ اذا في احد بيعترض بيقول جولدن بيتو. انا اللي مغششك. انت جواب، انت جواب. خطاب ايسي في قلعه ساي خطاب جنرال عظيم وليس بجنرال. معلش
خطاب بمستوى خطابات الجنرالات العظماء مدقيو والسكة العظام لا يستطيع فعله أي أحد في سين إلا هو في ذلك الوقت. ذاك الخطاب اللي جعل من المزارعين محاربين أشعوس. هذا هو. إيش رأيكم فيني؟ أنا غيرت رأي. أنا ما عندي مشكلة. والله غش والله. كمي هزم أوكوتسو الذي يعتبر أقوى الجنرالات الستة بضربة واحدة. فهل يستطيع كمي هزيمة أوكي بضربة واحدة أيضا؟ ستيل. اي رد عليه. عشان الجواب الحين. أنا كنت بديك رد عليه. هل يستطيع كمي يهزم أوكي ضربة واحدة؟ واحدة إيه. يخايسي خافوا اسمعت اوكي تسوي ذا قاي يعني على فرضية انه هو الاقوى وقتها ما نادي فرضية على ايه لا وقتها طيب انت مت رحت خلاص اوكي هو اللي بقى صح عنده جبروت عنده عظمة المحارب قال ايش قال كان يا رجل روحي منطقي الله انه يجد اجل منطقي اعترف قل شيء اللي بعده سؤال يقول لو ريمبا كان بدولة تشين كم سيحتاج من الوقت لكي يوحدون الصين؟ ما أحب يسوي الصين عندي باس وإذا من قد الكلام باس لك أنت يعني. إذا ريمبا موجود شفت الوقت اللي بيحتلون فيه الصين كامل ويخلون لهم إذا كان ما حم ريمبا بيكون نص الوقت اللي بيحتلونه فيه يختصر نص المدة بس؟ نص المدة بس تتكلم عن الصين كاملة. السؤال اللي بعده لي أنا رتب أسوأ وأضعف ثلاث جنرالات لا يستحقون المنصب أو اللقب لقب جنرال. طيب. ما أحب أسوي بس كمل. طيب. لا تتكلم عن جنرالات يعني كثير في القصة. ما أنك أنت مساك معترض. باس عبد الرحمن. طيب. والله سهل تنفس لا لا مو سهل والله سهل تكلم عن صعب سبع دول تكلم عن سبع دول يلا دولة فيها طب تتكلم عن جنرالات الموجودين دولة تشين اضعفهم مو ما قال تشين قال بتكلم عن تشين يلا اضعفهم هيكي واحد هيكي طيب من المستحيل اقول ان حرام اطق بيت هيكي اضعفهم هيكي شرف بالجنرال العظيم هيكي طيب ودي ادافع عنه بس لا طرفين هم اقدر اقول اللي بعده عشان كذا قلت تشين عشان الحين ما حد يهاجمني اضعف روح لدولة تشاو دولة تشاو اقدر اقول مانجكو السباك اوكي سباك محجوز الريبوكو بس يلا معي تعليمه انزين جنرال ثالث ضعيف هنا احتاج مساعدة صديق فيكو احسن ضيحك انت جاي من اول سهل يلا ورينا استعرض عضلات بشوف بس عشان تكون بصورة اول قبل هيك في واحد حقير اكثر منه اشوفه ما يسأل يكون جندي حتى اللي هو اللي مع كانكي ذاك اللي أبغى شيء ساعة قاعد يصارخ وشعره طاير. ذاك مو بزوجة. ذاك فات 2000 خربت عليك لا جنرال يعني 10,000 فوق. طيب. مو يعني. سهل. يا طيب هيكي أولهم. طيب. ثاني اللي مع كارن ذاك اللي أخوها أعتقد. ما كان جنرال. كان جنرال يعني بالله كان قائد. خمسة آلاف جندي ما كان جنرال. جنرال. شوف يا ابو سؤال سهل طيب اديني الجو يلا وري يا ابو هيا بشرة هيا تعال نسحب البيت لا ما في جاوب اسرع اجابة انا قول اعطي غششة اعطي غششة ترى دور لا تغششة يا الموتي ايوه اللي فيه هلال والله ذاك مصدق نفسه انه قوي اي صح واحد منهم ذول والله خذوه رايح جاي مرتين من جد شو اللي بتحط عين؟ إيه بحط. أنت غشش وبعدين ما يصير تحطه وسرابه هيلا بس. ليه؟ كم معاخص بنحسب لك؟ هي كي. أوردو. أوردو. وبنك واحد وما جوكو يلا. شو؟ والله نقليل. ما أنبك ضميري كنت تسوي ذلك. أنا النبي ضميري إني ليش بدك؟ سجل بيت الله يبشرك استغفر الله العظيم. أخيراً كنت كان بروح فيتو على الفاضي. استغفر الله. أنت اللي وحقت بس. أنت اللي دقيته بس من الأساس. انا اقول لك قاعد ما يبي انا بوحق انا متعمد بوحق كويس ان النساء طيب اولا انا بدافع عن شرف هيكي قتل الملك انا احييك بهذا الشيء قتل الملك روزو يستحق لقب الجنرال ما دام انه قتل الملك
يستحق لقب. نعم. أسقط دولة يا جماعة. طيب يستحق أوكي. يستحق لقب جنرال. فعلا كلمة يستحق لقب جنرال. نعم نتفق معك طيب. هو جنرال أساس. حط أول واحد عندك كونسريو أبو حين مشطوبة قصة بيده. كونسريو. ما له لازمة. ماكو الأبلة ثور اللي قصة. ماكو. هذا غابني ومن زمان أشوف إنه ما يستاهل يكون جنرال. يا سلام. حط الثالث سيكاي حق دولة هان. أبو صحيح. صحيح. لا والله أنا. الثلاثة ذي اللي أنا أشوفهم ما يستاهل اللقب جنرال. يا سلام. أجيبها ولا ما أجيبها؟ جيبها. لما نهاية تجيبها أنا ما أجيبها. السؤال اللي بعد عندي أنا شخصيات تستحق لقب الجنرالات الستة العظام. بس من دولة. وعاد ستة يعني. هو يبي ستة يعني ما يبي نزيد ستة بس ستة اللي مستحقون حاليا. يا سلام. تصنيفي وقد قلته منذ زمن ولا زلت مصرا عليه وسأتم أصر عليه. الاثنين اوريدي خذوهم موبو وتو هذا اللي ما فيهم خلاف. الثالث وهو اوريدي المفروض انه بنفس المنصب بس ما بعد نحط رسميا ولكن نفس المنصب لأن ملكة يون تان وا. الرابع وهو القادم في المنصب لا محالة بعد هذه الإنجازات الأسطورية أوسن ساما. الله عليك أوسن جناح أوسن أسطوري الحين رغم أن كانكي يستحق ولكن لا الأضعه لأن جرائم الحرب حقته ما راح تخليه يصير من الستة. أنا متأكد من ذا الشيء. أي سبان راح يقبل ذا الشيء فراح أحط موتن وشين هذا من الستة. الله عليك أنا راضي بهذا حتى وأنا مختلف يعني اتفق نفس الوقت انا او منطقي قطعنا بس ما اقدر اعرض لا والله انا عن نفسي انا قائمه قويه عندك تعرض المنطقيه صح. الله اكبر ان شاء الله شيء منطقي اليوم تعد السؤال يقول لك هل ستقع دولة تشين في أزمة اقتصادية تضطر من المستعينون بالريفوي من جديد مثل ما صار من الموضع في مشكلة الاقتصاد القوانين على سبيل المثال رجعوا ريشي ليش ما يرجعوا الريفوي بس المرة يرجع خلص ستيل حقك خلص اصلا ما عندك ستيل خلص ستيل زي ما اشوف انه مرجع او اخو ايس ذيك مره يحتاجونه سايكي فاذا صارت ازمه سيكي راح يرجعون سايكي اوكي تمام حلو الاجابه وخاصه ان ريفوي اصلا اعترف بايس فيك ملك ميزانيه دول عنده من غير ميزانيه عقليه اقتصاديه كبيره بدون يوم صارت سالفه بفلوسه تقدر في تقول بيت سؤال اللي بعدك عبد الرحمن ايوه كل جنرال عنده 10000 جندي بالضبط مو ضد اوسن مال المنصور ستيل انا قلت اوسن نفس الشيء مو ضد اوسن عشان مين ينتصر اوسن علل علل بعد ولا ما تبي عادي لا عادي يعني يعني مجر يعني هذا شخص همجي ما في مخ ما عنده الا قوه فاذا عندك شخص مثل كذا مين اللي يقدر يطقطق عليه ويتلاعب فيه ويقضي على جيشه كله هو شخص استراتيجي وعبقري مثل الجنرال العظيم اوسن وهاكو اذا كان جنرال قوي شفنا في حرب شوهي اعتقد اللي هو مات فيها 400,000 كان الجنرال اللي ماسك اللي كان عدو هاكوكي ريمبا يوم شالوا ريمبا كان ذكي ريمبا صمد سنتين يوم شالوا ريمبا جابوا شخص يعني ما مش مغتر بعضلاته قوته يوم نزل جرى هاكوكي بكل بساطة أول أسبوع أسبوعين دخل على وجيشه كامل كله دخل على زي الغابة وحاجة كده وطب عليه دمر جيشه كله فالذكاء هو اللي يغلب القوة ده. الله حلو السؤال اللي بعد لك يا جلجيلو من هو الثنائي اللي راح يسبب مشاكل في المستقبل شينو موتن شينو اوهن اوهن موتن شينو موتن اعتقد انهم تشكيله يصلحون هذا اللي انا قلته من 6 مساكم عليه اوريدي هم لخبطوا اوراق ريبوكو في الجناح الايسر في الحرب الحاليه وانقذوا جناح شين الايمن توجيهات كعقل مدبر موتن وكتنفيذ شين قاعد نعيش المستقبل حرفيا احنا شفنا الاثنين الكومبينيشن بينهم جدا قوي. السؤال اللي بعده لي انا يقول من الافضل بالخطط الدفاعيه اوكي ام اوسن لان ريمبا مدح اوكي على دفاعه كان صلب وشبع اوسن في هاكوكي طبعا هو اوسن لان ريمبا بنفس اعتراف كان يقول حق كيو ان اللي جنب السهام يقول ازيد واحد كان ينرفزني في القتال كان هاكوكي كل ما ظنيت اني اتصرت عليه واتفقت عليه اجي القاه مجهز لي مفاجاه وأبدأ سبحان الله ما خيب أمل أوسن وصل وقال مجهز له مفاجأة فدفاعيا أوسن هو الأكثر أكثر من أوكي أكثر دفاع بس ممكن أقوى من أنا ما قلت خطط السؤال على الخطط الدفاعية دفاعية الخطط حط خطين حمر تحت كلمة خطط ما قاعد أقول أوسن أقوى من أوكي خاسي أوكي نمبر ون بس أنا قاعد أقول في الخطط الدفاعية
اللي بعده. إذا مرض ما تستدرجني بالكلام يخصني بس يلا معك. معازو. إيه. من الأزكى أوزن أم ريبوكو أم المخطط الخاص بالجرات الست حقوكي؟ هذا خطأ طبعا، المخطط الجرات الست كان كوشو وبقول لحية مش حقوكي. بس عاد ما أدري. يقصد حقوكي. ستيل. تعبت وأنا دقك. أنا كنت أبي جاوب بيني وبينك بس أنا بجاوب بس وجهة نظري ورأيي وأنا مصر عليه إصرارا كثيرا أوسي. لسبب 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 معين أنا ما بقدر جولدن فيتو. أنا أشوف بصراحة يعني ما دام دخل هاكوكي في الموضوع، الحرب اللي كان ريمبا وأوسن طولوا سنين فيها ولا قدروا ينهونها، بس صح انه بغيروا ريمبا في الموضوع، بس انت تتكلم هاكوكي يوم دخل انهى الدولة ذيك وسوى المذبحة العظمى فيها، ودائما يتكلم ريمبا انه هاكوكي وما هاكوكي وهاكوكي وما هاكوكي. اسم هاكوكي اذا قيل سبب رعب بشكل عام، فاذا كانت تكلم اقول انه هاكوكي هو الذكر. سؤال لك انت يا عبد الرحمن، لو اوسن كان مكان اردو واردو مكان اوسن، هل اوسن قادر على اسقاط بوابة شن الوطنية؟ ستيل. انت ما عندك ستيل، انت ما استخدمت ستيل زين يا استخدم ستيل اوردو ستيل بشكل عام. اذا كان اوسن فاوسن يستطيع اسقاط بس اوكي. هذا هو هذا هو جليل. ورتب الثلاثة كقادة كقيادة شين اوهن موتن. شين اوهن موتن فيتو موتن شين اوهن فيتو. هو ما سجل فيتو حقه عشان يسجل فيتو حقك. معلش بس شين كقيادة لا هو من عائلة نبيلة ولا هو من ولد جنرال ولا له أي علاقة بالتسلسل العسكري نهائيا، مع ذلك استطاع أن يقود جيش فقط بخطابه بأفعاله بقيادته. هذا شيء بالنسبة لموتي خربانة فيتو. إذا شفنا إذا كان هذا كان جولدن فيتو بدري خلينا أعرق. ما تتكلم في شين. شين موتن اوهن هو ده الكلام. كقائد ما فيش خير. جولدن قائد كقائد. شين كقائد ما فيش منه. شين الليدرشيب عنده عم قريب توصل 100% بعد هذا الايقاظ. شين يا عمي بالغريزه مثل الدوق هيو قاعد يقرب شين ماسك رمح اوكي. شين يا عمي شين هو القائد الاوحد. سيف عيسى للتوحيد. سيف عيسى للتوحيد يا عمي. الله عليك شين وبس والباقي خس. الله بعد موتن بعد كبير يا ابو ابراهيم كبير. السؤال اللي بعده، هل مو اقوى رجل في الصين بعد ما شفنا وش سوى في ارك التلاف؟ بعرض السؤال في السوق، في احد بيسوي ستيل؟ كنت مخلص ستيل والله. شوفوا يعني في الداتا بوك الكاتب مطلع الجميل هوكن اقوى شيء، بس انا مؤمن ان لو تقابل هوكن موبو بشق شق، فمن ذا المنطلق أقول نعم من بعد أركل أتلاف موبو هو أقوى جنرال في الصين جسديا عضليا. نعم أنا مصر على ذلك كان عنده عزيمة الجنرال عكس ممكن اللي زي الثور الهاي. سؤال يا معاذ، لو كان ريمبا بدلا من أوسن أو مكان أوسن بلحظة احتلال غيو، هل سينجح ويستطيع ذلك بكامل جيش تشين يا شخص دولي؟ تتكلموا عن جليتش في القصة. نعم يستطيع، واللي عنده اعتراضي بيتو أقوى جنرال في الصين كامل ريمبا. ما عندنا شيء. لو فيتو قد ما شفنا ريمبا أسطورة ورهيب ورائع، إلا أنه في الخطط اللحظية لم يثبت وجوده، أنه يعني في لحظتها يبدل الخطة ويغيرها مثل ما سوى أوسن. ما وضحت هذه القدرة عنده. ما وضحت هذه القدرة عنده. خطة مثل الجراد والجواسيس اللي يحرقون المؤن، ما اتوقع انه في اي احد يقدر يطلع فيه الصين غير شوف. لا انت تتكلم عن خطه لحظيه، يوم جاي يرقى الجبل الموج والحاله عرف كل اللي قاعد يصير حوله. انا ما اتكلم عن يعني انت تنتظر ريمبا تقول ما شفنا يعني ريمبا. طبعا باختلاف الحرب شفنا ان اوسن يمتلك القدره هذه، لكن في حاله ريمبا ما يحتاج يوريك القدره هذه لانه عنده افضليه في طريقه اخرى. يعني اللي هو انا بمجرد اني ادرم على موق وما في احد يقدر يعني يتفوق عليه.
لو كانت الحالة حالة ريمبا مثل حالة أوس إنه يحتاج إنه يدخل جيوش وإنه سبت المؤونة وبيدخل على اللي هو جيو بيكتشف طريقة أخرى غير اللي هو جارد. في النهاية بجيش المنطقة بجيش جبار قوامة 200,000 إلى 150,000 إلى 200,000 من نخبة دولة الشين طبيعي ريمبا راح يقضي على ريبو يحتل الصين كله ومن معه يسخ فديتك يا شيخ رسبك الأسطورة. سؤال لك يا جليلو، أوكي مع قاداته ضد أوسن مع قاداته من المنتصر؟ باس ماجد ما يحدث في باس، تعرف جوتون كيف أنا أنا عارف الإجابة بس أنا أحب اسمعها. أوكي مع قاداته، تكلم عن أوكي تو يا عمي حالهم يا عمي تجي تجيب لي ماكو في وجه تو مثلا ذكروني قلت ما لحظ الموضوع يقهر سؤال لك يا عبد الجليل، يقول احنا شفنا ان ريوفي من دولة تشاو وجاء في دولة تشين وصار رئيس وزراء، وشفنا شويكين كان من دولة تشي وجاء هنا وصار رئيس أركان وهنا برضو موبو كان من دولة برضو ثانية يان الظاهر مع أبوه وجاء وصار حين قائد جنرال، هل هذا الشيء بيأثر سلبا في دولة تشين أم صعب؟ يعني هل يؤثر بشكل إيجابي لأن سياسة دولة تشين تحت عهد الملك أبو إيسي ضيعت اسمه جد إيسي شو نعم إله الحرب زي ما بيقولوا. أيوة والله ما يهم من فين أنت من وين جاي مين أنت، كله هذا الشيء ما يهم، يهم إذا كانت عندك الإمكانيات أنا أحطك في المركز الذي تخرج فيه كامل إمكانياتك. لذلك كانت تطور دولة تشين. السؤال اللي بعد اللي أنا بعد إسقاط دولة تشاو من ستكون التالية برأيكم؟ التوجه يكون على وي، هذا رأيي وأنا بصر عليه. جهيمي جهز اعتادك تو جاي لك. هل تعتقد في جنرالات أعداء الآن ممكن ينضمون تحت شين لما تسقط دولتهم، وإذا في من تتوقعونهم؟ عندك تكفى غبنتك بس أغبن مين؟ باس ماجد لا مو بلاس تطبيق عندك مين أنت؟ لا جيو إن جيو إن عادوا لشين وراح ينضم تحت شين، أنا مو هذا الشيء إن شاء الله ما يبقى عجل الكاتب بناك ما بس عندك فيت عند جولدن اخر لفه انت ما سويت شيء سوى لك باص هسه يعود السؤال لك فيتو لا اعتقد ابدا بانه جيو ان خلاص يتخلى عن دولته، كيف بيقنع اول شيء ال10000 اللي معه؟ صعب انك تقنعهم، حيعتبرونه اصلا انه ما قلت شيء راح فيتو لو سمحت اوكي حيعتبرونه اصلا خاين حيموت بلا شرف. كل اللي ممكن يسويه جيون اللي شين انه يعطيه من خبراته الغرائزيه. كلام بعد منطقي. عندك يا عبد الرحمن هل تعتقد ان اوزن يعترف بابنك وريث ويرث القناع منه؟ بس اجري ايش السؤال؟ عيد السؤال ثاني. هل تعتقد ان اوزن يعترف بابنه ويورث القناع؟ يورث القناع هذه ايش اقول على السؤال؟ اول شيء نبدا بالثاني. اوكي خلينا نقول انه يعترف جاوب عنا اقول هو يعترف ان شاء الله ان شاء الله يعترف ان شاء الله لا انا ان شاء الله ما تعني ايه خلينا نقول اني اتمنى انه يعترف. لا يا شيخ بيعترف بابنه يورث القناع يورث القناع تخيلوا يورث القناع يورث الدرع الشين ها يعني يقسمها قسمين. سؤال اللي بعد لك يا عبد الرحمن يعود من جديد لأنه غبلني الإجابة حقتك. ما هو ترتيب شين من حيث القوة في دولة تشين حاليا؟ ترتيب شين من حيث القوة حاليا؟ ايه طبعا بس يعني هل يعتبر الثاني الثالث الرابع وش بس اثني يوتانو انزين بس يوتانو في القوة بس اثنيها ايه لانها ملكة ملكة دولة ملكة جبال لا تحسب الله يزكي لا سمحت هي جنرال وتحسب لا تستعبط علينا اوكي عادي احسبها عادي اوكي طيب موبو ايوه توه حلو بعد توه طبعا ما حدد اذا كان جنرال ولا لا بس قوة كقوة موبو توه يتنوى بعدها يعني مهما اقول الشخصيه اللي هنا شين بيتفوق عليها شين مستحيل اقول اوسن
مستحيل اقول شوهيكن ان شوهيكن برضو بينجلد جيون نفسه ما قدر على شيء. قايمو قوته بدايه بوك 98 ما قدر على شيء. الكثير والكثير ما قدر على شيء. انا اشوف نهايه شيء ياخذ بالقوه الرابع طبعا. ونعم عندك اعتراض؟ عندك بيت انت؟ يقول ليش خلصت البيت حقي؟ عندك جولدن؟ لا ما عندي جولدن. بلا شاي يلا عندك السؤال اللي بعده. هل تتوقع ان اموت عندما يكبر يصير بنفس ذكاء اوسن؟ لا ما اتوقع هذا. لا دقيقه جاوب لا تعطيه الباص. لا تعطيه الباص هو جاوب خلاص. ما بدك تعطيه بس خلاص جاوبت. لما يكبر لا بيكون اذكى حتى من اوسن. لكن مجرد انه يتصل يعني يكبر سنه سنتين يصير بنفس مستوى ذكاء اوسن. هذا اللي انا اعتقد. لما يكبر يصير كبير مره يعني يصير بعمر اوسن حيكون اذكى من اوسن. هو حاليا يقرا خطط اوسن ويعرف خطط معركه سولشو كاي سواها اوريدي فيتو كامو وياتي المنقذ باخر لحظه. متاخرين موتين. لا والله مو مستحق موتين بس المكانه اللي وصل لها اوسن ترى ما وصل لها هو نهائي. عندي جولدن ترى ما بيسوي. اوسن وصل لمرحله يعني عميقه وبعيده جدا بالاستراتيجيه. اوكي ممكن يصل لها موتين ترى هي يعني تعتبر توب زي ما اعتقد في اعلى من كذا زياده. نتكلم عن شخص مثل رينبا اعترف ان اوسن وهاكوكي عندهم تفكير مغاير عن العالم. كفو عليه يعني شيء اللي صلى اوسن مو طبيعي. موتن تتوقع يتفوق عليه؟ يتفوق لا ممكن يكون مقارب له ممكن عنده طرق اخرى توازي اللي هو يعني ما راح يتفوق مهما صار. تفوق لا ليش ما يكون تعادل؟ ليش يكون تفوق؟ لا ما تفوق. عجبني هو هذا الكلام قاعد يقول سنتين يصير زي انت شفيك. هل تعتقد ان باجي انظلم بشكل او باخر خاصة باخر الاحداث؟ وهل تشوف ان الملك اقوى منه؟ نعم الملك اقوى منه ولم يظلم. فيتو جولدن جولدن فيتو تندم انت عندك مطقيت الجولدن. لا ما يسوي عبد الجليل سويها هذا بلا كبير تغدر. هل اعتقد انه باجيو انظلم؟ نعم باجيو من المتوقع انه يصلح اشياء كثير على الاقل يقتل جنرالين. يعني اذا كنت بصنفه بنفس مستوى قوه بقول بنفس مستوى قوه شين يعني على الاقل يعني. لذلك خروجه من هذه المعركه بدون ما يقتل اي جنرال اوكي حمل ملكه سوى كل شيء اداك احلى مشاهد قتاليه وفدائيه وكل حاجه ولكن هو جسديا اقوى من يونتانو. هل تشوفون الملكة أقوى من أنت قلتها يا ماجد أخبار شلون تولع عيونك جسديا باجيو أقوى من يونتانوا منطقي وكان أو أثبت هذه القوة قبل لا يتوحش ويديك وضعية الوحش فعلا كان أقوى من يونتانوا كان عادي أشاركك أيدني أخيرا تأييد أنت إذا أغلطت قل لي ما خلا ما في تأييد أوكي طيب اللي... شوف انا بحاول اخليك منطقي قدام الناس. ايه انا منطقي ما يحتاج اذا اعترضت معك قل لي وقف. انزين كقوه جسديه انا اتفق معه. ليش؟ لان خلاص ما في احد خلاص ليش ما في احد يقدر يتحمل كل الضرب كل الجلد خلال اليوم كامل ويطلع فوق جبل وينزل للجبل ويرقى وادي ويشيل الملكه ويتوحش كقوه جسديه ترى ما حد يعترض عليه خصوصا انه هو اصلا رجل ذيك انثى يفرق يا سلام اوكي كقوة هذا كقوة جسدية حلو غير ذلك مهارة هذا شيء يختلف كذا السؤال كان قوة جسدية نعم لو قال لك ككل كذا بقول اوكي عنده مهارة السؤال ما بكتب فيه قوة جسدية اجل ايش قاعد يقول السؤال اقوى منه اقوى لياقة قوة تحمل عضلات كلها باجيو مهارة قتالية اوكي ينتنوى اوكي لكن بقية الاشياء يعني معليش كذا سوصلنا لنهاية حلقة الفيديو اتمنى ان نالت على اعجابكم ورضاكم كانت حلقة رائعة متضاربة متفجرة كينجدومية رائعة جدا في الختام قولوا معاي سبحانك اللهم وبحمدك شهد لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا تنسوا الاشتراك بالقناة واللايك والشير ونشوفكم على خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلكم في انطباع ما هو انطباع هي حلقة فيديو بس خلي عيد من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلكم في حلقة جديدة من فيديو مانجا كينجدوم مش وان بيس. شبيكم ضيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلكم في انطباع مانجا كينجدوم انطباع قلت انا فيديو يا شباب عيد جديد. طيب انا عندي خلي يلا روح ابو داح. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجع لكم في فيديو مانجا. خلوها يلا السلام عليكم ورجعنا. يلا ابدوا انتم. يلا عبد الجليل ممكن كل اللي قاعد يصير حولي عرفها ريمبا وفوق هذا عارف انك انا عندي فيتو. اصبر عرف يا اوكي روح روح روح.